السلام عليكم اخواني، كيراكم صافا بخير؟ هانين، اموركم هانيه، كلشي مزيان. اليوم في فيديو جديد الخوت، واخونا عزيز معنا وغيمشي يدوز معنا العشيه، وحنا كنتسناو في الطوموبيل دابا الخوت جدينا. بقاو معنا خوتي، شاهدوا معنا الفلوق هذا. احنا الخوت وصلنا بخير وعلى خير، حنا دابا كنشربوا في العصير. هادي في خاطر حبابي، ها معنا خوتي، غنمشيو جيت الجامع ونفلوغيو معاكم. ها معنا بيس خوتي، كيف ما كتشاهدوا خوتي، حنا في المسجد دابا والموعد صلاة العصر خوتي، وغنمشيو نصليو ونكملو معاكم خوتي الفيديو. كنتمنوا تكونوا صحة جيدة خوتي، وتكونوا بخير وعلى خير، واللي مريض الله يشافيه ومبارك عواشركم. باش منتمنيتو ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر، واللي ما عندوش اخوتي الله يوجد ليه. وراه هذا مكان كنتناصحو بيناتنا وندعاو بيناتنا، حيت حنايا امه مسلمه اخوتي، وخاص اللي يبغي لراسي يبغي الخو يبغي اي واحد في الدنيا كامله اخوتي. بقاو معنا اخوتي، نصليو العصر وحنا معكم، ونشاركو معكم واحد المعلومه جديده اخوتي. كيفما كتشاهدوا اخوتي، هذه المعلومه الجديده اللي قلت لكم، يعني واحد الحمامات فتحوا جداد في مسجد حسن الثاني اخوتي، اسعار مناسبه في المتناول الجامع اخوتي. نخليكم مع الاسعار وتشوفوا كل شيء في اللائحه اخوتي. هانتم اخوتي، بالنسبه للدراري الصغار الكبار اشمينا مزيانين اخوتي. نتمنى اي واحد عجبو هاد الشيء يجي يدير واحد التجربه خوتي خفيفه على هاد الحمام هذا، يجي ويشوف اشنو كاين. انا حاليا خوتي ما بساعدش دابا، مره اخرى ان شاء الله نقدر نجي معاهم في هاد الحمامات. نتمنى كل شيء يبان واضح خوتي. شي حاجة زوينة اخوتي هانت لداخل الصالة ديال الحمام اخوتي. كنتمنى تكون الصورة واضحة اخوتي. كيف ما لاحظتوا خوتي، بقاو معنا نصليو ونرجعوا لكم الخوت. خوتي احنا غاديين متوجهين للمربع، وبغيناكم تمشيو معنا اليوم العزي، غنلوحو غنلارقي يا خوتي، غادي نتفشو، غيبدا يبقبق عليا هنايا خويا. العزي عرفو فين العومان خوتي، الله يتقبل منا يلاه صلينا. دعيو معنا خوتي، غنلحقو دابا المربى وغنديرو لكم فلوق خطير اخوتي. بقاو معانا على شران. Sit back, hold up.
من الجامعة خوش هاد البلاصة هادي راه ما كيعرفهاش بنادم قليل إلا ولاد المدينة والناس اللي كيسكنوا هنايا هما اللي كيعرفوا هاد البلاصة. مهم بدون ذكر اسم المكان خليكم نتوما تخليو لي الكومونتير تحت خوتي حيت ما قديتش نقولها ما دكت نقولها وصافي خوتي ورا كنشارك معاكم أي حاجة خوتي صعيبة سهلة كيف المكان نوعها كنشاركها معاكم خوتي. كنتمناكم تدعمونا تابوناو عندنا راه ما كاين الجديد يعني راه اي حاجه خطرت لك على بالك وان شاء الله غتكون. نتمناكم تبقاو معنا خوتي تابعونا حتى النهايه ديال الفلوق خوتي. ما عندك ما يتغير اخويا.
ما بغيهم تخلع جا البر تخلع جا من البلاصه اللي لا بدون فهمتي بدون نفاق اخويا عزيز ديك البلاصه شويه خطيره فهمتي راه كيعوموا فيها غير الدراري اللي مولفين ولاد المدينه هنا وعارفين وقليل بعدا اللي عارفه كنتمناكم الخوت تخليو ليا كومونتيرات اللي عارفه البلاصه السنيه علاش ما بغيتيش تقول لكم الخوت كنتمناو هذا الفلوق يعجبكم الخوت وتعاونوا معنا دعمونا اخوتي دعمونا بلي لايك وابوني اللي بغيت تعاونونا مرحبا الخوت انا بشويه بشويه غد باش كبير اخوتي ومحتوى غيولي زوين وراكم معنا ديما الفاميليا عزيز شي تحيه شي ديديكاس اخويا ديما وداد صافي ديما وداد مع الودادين والرجويين كلنا مغاربه من طنجه حتى للقويره ديديكاس اخوتي وكنبغيكم كاملين كاملين الخوت والله ديديكاس ليكم بيس اند لوف ان شاء الله ولي فريوسكم فيديو مقبل اخوتي ان شاء الله ندير لكم شي فيديو زوين وان شاء الله كنتمنى الفيديو الجاي غيكون من ناظور ان شاء الله باذن الله الى ساعه الله اخوتي كنتمنىكم تدعمونا بلي لايك اخوتي اللي عنده شي كومونتير يخليه واللي ما مابونيش يتابونا معنا اخوتي ما غتخسر والو غتعاون معنا عادي حتى حنا غادي نفرجوا داكشي اللي غادي بقول نفسي غادي نشاركوا معاكم اخوتي هذا مكان ان شاء الله وليا فريوسكم بيس اخوتي ان شاء الله.